السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مشاهدينا في كل مكان أهلا ومرحبا بكم. خليك في البيت، إطلالة جديدة وحلقة جديدة على الهواء مباشرة، نلتقيكم عبر فضائية الشروق. أهلا ومرحبا بكم. غرفة الكورونا، خليك في البيت، فيها كل المستجدات من حيث الأرقام، المستجدات من حيث التأثير على المصابين، كيفية الوقاية، أعمال درامية، هواتف اتصالات مع الأطباء والتربويين وغير من المجالات المختلفة اللي عندها علاقة مباشرة مع الكورونا كمرض وجائحة اجتاحت كل العالم وأثرت عليه اقتصاديا وحتى على الحركة الجوية، وتأثير مباشر جدا. الفيروس الصغير ده تأثير مباشر جدا على كبرى الدول. يعني كبرى الدول أغلقت مطاراتها ومحلاتها وشركاتها، وهبوط حاد جدا في البورصة والأسهم والاقتصاد، وحتى على الانهيار حتى على الجانب الصحي، ومع استعداد الكبير جدا للمستشفيات والتطور الكبير جدا بتشهده هذه الدول الكبرى، وده بورينا خطورة هذا المرض. حتى كل البينفو بيقول انه ما في حاجه اسمها كورونا، ممكن متابعه صغيره جدا لما يحدث في العالم وحيقتنعوا، لانه اكيد ما حتكون وهمه كبيره انه دول عظمى مثلا وكبيره زي ايطاليا وفرنسا وامريكا والصين من قبلهم تهتز يعني من مكانها وتتاثر تاثير مباشر وكبير دي لو ما فعلا الفيروس هو خطير وكبير. بدا بمراحل مختلفه وجاء عندنا ولحد ما وصلنا مرحله الانتشار المجتمعي اللي هو ده بيتطلب انه لازم كل الناس تكون متباعده من بعض، موجوده في بيوتها وقافله على نفسها في البيت، وحتى في البيت عندها الاحتياطات الكبيره اللي بتقوم بها، لانه المرحله اللي احنا موجودين فيها انت ما بتعرف الفيروس هو جاك من وين، وانت اتصبت من اي مكان في اي لحظه لان انتشاره كبير جدا. وبتقرير الامس من وزاره الصحه الاتحاديه ليوم الاثنين 11 مايو كان في عدد 161 اصابه بالكورونا جديده، في 4 وفيات لحالات سابقه، وفي 12 من المتعافين ايضا من حالات سابقه. وصلنا لرقم من بدايه اصابه السودان بجائحه الكورونا ل 1526 اصابه، 1526 حاله اصابه، 64 حالة وفاة، 161 هم المتعافين. الفكرة في انه الإحصائية دي يا جماعة دي للناس اللي وصلوا وعملوا الفحوصات، للناس اللي اتواصلوا مع الجهات الرسمية. في أشخاص اتوفوا أساسا من الناس بتتعامل معي إنها هي ذبحة سكتة أو غيره، ولكن ممكن تكون دي إصابة. في ناس قاعدة في بيوتها عندها أعراض مختلفة وهي فاكرة نزلة أو غلط في الأكل أو المهم أكلوا حاجة ما مضبوطة، وهو يكون في الأخير ده هو الفيروس وما بلغوا وما وصلوا. يعني الأعداد دي الأعداد المسجلة عند وزارة الصحة الاتحادية، ولكن ممكن تكون في حالات أكثر من كده ولكن موجودة في البيت والناس ما عارفة أو هم ما بلغوا لأي سبب من الأسباب. لقيت في أعراض اللي هي متعارف عليها ظاهرة عند الشخص موجود معاك داخل الأسرة، في حمى، في جحة، في رشح، في جسم مرهق تعبان جدا، في إسهال، في رجع ممكن يكون، في كلها أعراض ممكن هي تكون واحدة من أعراض الكورونا. في حالات توفت وما ظهرت على أي أعراض، دي الخطورة كمان بتكون هنا، ما في اي عرض ظاهر ولكن فجاه الشخص بنسمع انه توفى، بعد ما يتوفى بياخذوا منه العينه وتتضح انه هو كان مصاب بالفيروس. 1526 رقم كبير يا جماعه، والحظر اللي احنا بنتكلم عنه وخليك في البيت اللي احنا بنقوله، اي شخص موجود قريب لشارع رئيسي يطلع بس يدي نظره حيشوف كميه الحركه الكبيره في الشارع اليوم والايام السابقه، مع انه المفروض اصلا يكون الالتزام اكثر، الالتزام بموجهات وزاره الصحه الاتحاديه المفروض يكون اكبر من السابق، لانه في السابق كانت الاعداد عندنا 25 20 ما قاعدين نصل 30 سرعه في الفتره الاولى، هسه بقينا ما اقل من 150 حاله. يعني في يوم الجمعه وصلنا
181، نزلنا شوية 53، رجعنا تاني 201، هسه 105 161. الرقم 53 في النص ممكن يكون رقم ما حقيقي، لأنه في عينات ممكن تكون اتاخدت ونتيجتها ما طلعت، فبالتالي ترحلت اليوم اللي بعده، عشان كده ظهرت لنا 201 حالة. عموما الحالات قفزت من ال 100، قفزت من ال 130 وال 150 لو ما التزمنا في ضمن الموجودين في بيوتنا، غسلنا ايدينا، استخدمنا المعقمات، ما حنقدر نحن ندحر المرض الخطير ده. انا ممكن اكون جيت الشغل مكان العمل، في غيري في ناس في الكنترول خلف الكواليس برضه جو العمل، ولكن بنقوم بكل اللي بنقدر عليه من وقايه. يعني في معقم في الاستقبال برا، بتيجي داخل الناس ما بتسلم على بعض، بتعمل وقايه. الناس اضطرت جات اشتغلت، ولكن بتحاول بقدر الامكان انها هي تحمي نفسها بقدر الامكان. معقم موجود في الاستوديو، الناس بتعقم كل شويه، منتبهه لانه في مرض وفي خطوره مرض، ولكن الظروف هي جبرت الناس انها تطلع. في ظروف اخرى لناس ثانيين ممكن يكون رزق اليوم عندهم باليوم. دي اكثر شريحه هي ممكن تكون متضرره من الحظر الحاصل اللي هو قاربنا للشهر ولسه حنواصل شويه لحد بعد العيد. يعني ما في حاجه بنقدر نقوله في الجانب ده غير انه انت يل شغال وانت يل عندك وانت يل عارف انه تلاقتك فيها تدي ما عنده. ده ما كلام مثال انا بقوله على الهواء، لكن ده كلام حقيقي. انت عارف انه في شخص قريب منك، جارك او بيت كان بتساعدك في البيت او بتساعدك للسيدات، وحاليا عمله وقف. والمهن الكثير اللي بتعتمد على رزق اليوم باليوم هي مهن كثيره جدا وكلنا عارفينها. انت اللي عندك طلع منها هي صدقه، منها انت حتحمي او يعني تحمي فعلا الشخص ده انه ما يضطر يطلع في الظروف دي عشان يمشي يفتش على رزقه. دي حاجه بسيطه ممكن نحن نقدر نقدمها، ونحن شعب خير وشعب خير وشعب تكافل. ما بحتاج لتوصيه وما بحتاج لتنبيه للنقطه دي. اصحاب الامراض المزمنه عندهم مساحه اليوم في حلقتنا حنتكلم عنهم، لانه تخيلي ما في اسره او اسرتين بكثير بتلقى فيهم شخص لازم يكون مصاب بالسكري او الضغط. لكن اليوم حنتكلم عن السكري تحديدا. يعني وين المشكله بتكون اكبر، في انه اصابتهم اسرع ولا معالجتهم هي الاصعب، وكيفيه ايضا الوقايه من المرض ده، لانه على حسب معلوماتي انه مناعتهم بتكون اقل من غيرهم من الاشخاص الاخرين. تمارين بسيطه برضه ادانا ليها كابتن محمد عاطف في الحلقات الاولى من البرنامج، كيف نقدر نقوي مناعتنا غير الفيتامين سي وغير الليمون وغير انك ممكن تاخذ لك برتقانه او اثنين. انت ممكن تقوي جهازك المناعي بانك تتحرك داخل المنزل، تكون في حركه. يعني ما يكون في نوم مثلا لحد نص النهار، بعد شويه حتفطر حتقعد قدام التليفون او التلفزيون بدون حركه. حركه مهمه جدا بتخليك تاخذ نفسك وانت تعبان، النفس المتحرك ده بيحرك الرئه وبقوي المناعه. مهمه جدا التمارين حتى لو انت واقف في مكانك بتتحرك، اذا مساحتك ضيقه جدا بتتحرك وانت في مكانك بحركه كأنك انت ماشي لمدة ربع ساعة، كأنك انت مشيت 2000 خطوة. ده عنده تأثير إيجابي وكبير جدا، بأثر عليك حتى على هرمون السعادة، بيشيل منك الطاقة السلبية، بيدخل لك كثير من الطاقة الإيجابية. معانا هاتف من دكتورة ريهام. دكتورة ريهام محمد الحسن، استشاري سكري وغدد صم. مرحبا بك يا دكتورة. أهلا وسهلا. رمضان كريم عليك إن شاء الله. الله أكرم. دكتورة بس عندي استفسار في نقطة معينة بالنسبة لمرضى السكري. الخطورة بتقع وين؟ في انه اصابتهم هي اسرع ولا علاجهم هو الاصعب من الكورونا؟ لا قدر الله اذا كانت الاصابة لواحد من اللي عندهم امراض مزمنة السكري. مرضى السكري عموما، اول حاجة رمضان كريم. الله اكرم. تحياتنا للشعب السوداني كله. طيب مرضى السكري عموما هم يعتبروا من مجموعة اللي عندهم يعني بنعتبر انه تعرضهم للامراض او مناعتهم اقل شويه من الانسان العادي، بحكم انه مرضى السكر وارتفاع السكر جدا بياثر على يعني
كل الجسم بما فيه الجهاز المناعي. فبالذات المجموعة بتاعت مرضى السكري وخاصة الناس السكري فيهم ما منتظم، يعني يكون في سكري عالي، ما قد المتابعة وكذا، وهم قد يعني عموما متعرضين لالتهابات بصورة أسرع، وقد تكون فيهم أكثر حدة من المرضى العاديين. فدي هي حاجة وحاجة واحدة. في من الناحية الأخرى إذا هم أصيبوا ب يعني أي التهاب بما فيها التهاب الجهاز التنفسي أو الكورونا، ده بيؤدي لضغوطات على الجسم بس، ودي بيخلي في خلل، يعني حتى لو أنت في الوضع العادي السكر بتاعك منتظم، ففي عند إصابتك بأي التهاب ده بيحصل خلل في مستوى السكر في الدم بيرتفع، بيحتاج يعني تعديل في جرعة الأدوية سواء حبوب أو أنسولين أو كده. فديل يعني الناحيتين، انه اصابتهم هم معرضين اكثر، والحاجه الثانيه الخلل اللي بيحصل في توازن السكر في الجسم في حين اصابتهم باي التهاب. لكن زي ما ذكرت اللي هم ديل سكريهم عالي او ما منتظمين في العلاجات والادويه تحديدا، يعني المنتظمين وسكريهم مستقر ممكن يكون ضرر او المحافظه بتكون افضل يعني من غيرهم من المصابين، بيكون افضل. يعني عموما يصنفوا في الناس يعني شويه مناعه اضعف، يعني بالذات الناس اللي عندهم سكري مزمن وعندهم امراض اخرى غير السكري، وطبعا الكبار السن وكذا. طيب كيف الوقايه بتكون من الحاجه دي؟ نحن يعني خصوصا قاعدين في مكان لحد الان في ناس كثيره بتقول لك ما في حاجه اسمها كورونا اصلا، ما مقتنعين بالفكرة دي، فكيف الوقاية ممكن تحصل لهم؟ لأنه حتى لو هو مريض السكري فقط قام بالوقاية بدون أفراد الأسرة، تخيلي برضو النتيجة بتكون ما يعني 100%، يعني لازم تكون كل الأسرة مع مصاب مرضى السكري يعني. بالضبط، الوقاية بتكون الأسرة كلها، اللي هي نفس التعليمات العامة اللي احنا بنقولها لكل الناس، التباعد المجتمعي، احنا عاوزين الناس يعني تنحصر، يعني حتى أنت تعرضك يعني انت بتكون حول افراد الاسره او يعني يكونوا حوالينك، فانت اذا الحكايه حصل انك انت بتقابل افراد الاسره فقط يعني واتصالك المباشر بيكون معاهم، ده بيقلل من النسبه، لكن اذا انت افراد الاسره ده حيطلعوا للمجتمع وحيلاقوا ناس ثانيين كويس، فدي حتعرضك انت كمريض للسكر او عندك اي مرض مزمن ثاني، حتعرضك اكثر للاصابه ب يعني الكورونا. فهي حكايه ما بس يعني موجهه للمريض اسرته، لازم تخلي بالها الناس يحافظوا على التباعد المجتمعي، اذا في زول طلع بالضروره يشتري حاجات، اللي هو اهم شيء يعني طبعا عشان الناس بتشتري انه تلبس الماسكات اللي هي الكمامات، لكن مهم انت ممكن تكون ماسك لابس كمامه وتكون واقف في صف يعني بتحتك بزول وتهبشه وكذا، فاهم شيء انك تحافظ على المسافه الامنه. الناس يعني ما بتراعي الحكايه دي، بيشتغلوا لبس كمامه خلاص، انت لازم ان يكون في مسافات بين الناس، الناس تبتعد من اماكن الزحام، اوقات الزحام، غسيل اليد، والابتعاد عن الاحتكاك مع الناس يعني عموما. بعد كده انت جيت من برا عندك زول مريض سواء سكري او اي مرض مزمن، من الباب تحاول يعني انه اذا حسيت انه انت احتكيت مع الناس تغير ملابسك، هتغسل يد بينك، يعني بالذات الوظائف اللي فيها احتكاك مع الناس، دائما الناس الكادر الصحي وكذا مثلا طول من برا لازم يغيروا هدومهم يستحموا وكذا. طيب حتى الكمامه ذاتها عندها طريقه معينه للاستخدام، يعني ممكن شخص يكون عنده كمامه كل يوم يطلعها ويلبسها، كل يوم يطلعها ويلبسها، لكن هي عندها زمن معين، عندها زمن معين. ايوه كلمينا عن النقطه دي. هي عموما اي الكمامه في انواع من الكمامات، في كمامه الجراحيه دي اللي هي يعني متوفره، في كمامات الثانيه الفعاليه اعلى يسموها N95 وكذا. هي عموما لعامه الشعب يعني هم تفتكر انه يعني ممكن تستعمل الكمامه الجراحيه العاديه دي للوقايه، دي ماشيين اماكن بتاع الزحام وكذا. الكمامات الثانيه بس عشان الحكايه دي تكون واضحه، الكمامات الثانيه بتفضل انه عشان الناس ما تضيع الموارد تحت البلد، الكمامات الانواع الثانيه دي تفضل انه يعني يستعمل الكادر الصحي مع في الحكومات اللي فيها مرضى وكذا. فاذا احنا استعملنا الكمامه العاديه الجراحيه دي هي مفروض انه يكون استعمال واحد، يعني بالذات مثلا في المستشفيات وكذا استعمال واحد، اذا تلوثت او تهبست كثير ما حتكون هي ذات حتكون مفروض عكسيه للعدوى. اذا ما في يعني كمان الناس تقلل بس الطلعه، يعني الافضل بكذا قاعده تقلل الطلعه وتحافظ على المسافات وما تسلم يعني ما تهبش بعض،
اقولها باش من الاسطح كل شويه تعقم يدها. ده اهم جدا، ده مهم جدا جدا يعني، مهم جدا تعقيم اليدين والحفاظ على يعني نظافه اليدين وكده. طيب دكتور ريهام، بتنصحوا مرضى السكري بالحركه والرياضه ولا الحاجه دي ممكن ما مهمه بالنسبه لهم؟ لا الحركه مهمه جدا طبعا. لكن طبعا في حاجات خاصه اللي عندي في رمضان والسخان وكده، ده بيجيبنا لنقطه ساعات ان هم مرض سكري صايم ولا ما صايم. برضه دي كلام مهم جدا. نحن الكلام ده فيه تفصيل كتير، لكن في نحن بنقسمه بنديه نصائح قبل رمضان انه الواحد ممكن يصومه وما صايم. واحدين بيصوموا. ايوه في بعض في عندنا تعريفات واضحه يعني. في بعض الناس اللي بتهتم بس على حدود منظمه يعني، نبسط المساله دي، حدود منظمه ما قبل ما تخفض السكر وسكرهم منتظم ومن بدري وريناهم انه انت ممكن تصوم، ده ما عندهم مشكله. وفي ناس الثانيين سكرهم مضطرب طالع ونازل، بيستعملوا ادويه ممكن تعملهم هبوط متكرر وانسولين، ده بيفضل انه ما يصوموا. عموما الناس الصايمين عموما السكري مش بيفضل انهم يتحركوا، يتمشوا بنوجههم انهم 20 دقيقة ل 30 دقيقة في اليوم على الأقل 5 مرات في الأسبوع مشي. إذا طبعا إذا تقول يعني بيقدر مشي سريع بنقول لهم مشي سريع. في حالة القفلة دي ممكن في الحوش، ممكن يمشي في الحوش مثلا إذا عنده مساحة يمشي. ده مهم جدا في حالات، في حاجات كثيرة يعني، في انضباط السكر، في زيادة المناعة، في حتى مشاكل القلب والضغط. فمهمة جدا، بس مع نخلي بالنا انه اذا في صيام في حر وكذا عشان ما يحصل لهم جفاف، مش كذا يعملها في فترة بارده في الفترة المسائية هم فاطرين احسن لما يعملها يعني في وقت حار. صحيح. شكرا لك يا دكتور ريهام محمد الحسن، استشاري سكري وعضو صموة. اديتيني معلومات مهمة جدا للمريض السكري او مرض مرضى السكري. معلومات اللي ذكرتها لنا انه فعلا السكريهم عالي يمكن وما منتظمين في العلاجات، هم خطورتهم اكبر واعلى من المستقرين نوعا ما في الاصابه بالسكري والمصابين بالسكري. المناعه الاقل دي بتخلي دخول الفيروس سهل جدا للجسم، بتخلي كمان العلاج ممكن يعمل نوع من الخلل لمصاب السكري. الرياضه زي ما ذكرت ايضا مهمه بالنسبه لهم، يكون في وقت هم مرتاحين فيه جدا اذا صايمين بعد الافطار، واذا ما صايمين ممكن بالفتره النهاريه، ولكن ما يحصل لهم جفاف او تعب او ارهاق. لكن كما ذكرت الحركه مهمه جدا لمصاب السكري، يقوي مناعته في نفس الوقت، حتى لو لا قدر الله اتصاب ممكن بيحتاج للمناعه دي في انها بتحميه من خطوره المرض، لانه هو عنده السكري فبتضاف عليه حاجه اضافيه بتكون فيها ارهاق كبير جدا عليه. برضه من قبل ايام كان معانا دكتور انيل، تكلمنا برضه الكلى وغسيل الكلى والمصابين وكيف انه يحمي نفسهم، هي تقريبا متشابهه الوقايه لكل الامراض اذا كان الامراض المزمنه، وحتى لكل يعني اي شخص بتابع او مواطن عادي، انك انت يكون في تباعد مجتمعي كبير جدا. حتى اضطريت مشيت لاي مكان خلي مسافه كبيره بينك وبين الشخص اللي امامك، يعني لازم الناس تنتبه للنقاط دي. جيت داخل من برا انت لازم تغسل ايديك، لازم يكون في معقم. يعني المعلومات يمكن هي متوفره كثير لكل الناس، ولكن بتمنى انه الناس ما تقراها قرايه وتمر عليها فقط، ولكن تنفذها، تهتم بتنفيذها وممارستها ايضا في الحياه. حتى لو لقيت في سلوك قدامك ممكن يكون بضر الفردين الاثنين ممكن تنبههم. الناس البعيده ايضا من المعلومات عن الكورونا، الناس البعيده ممكن عن الشاشات عن التليفونات، لقيتهم ما عندهم معلومه ما تدخل عليهم خالص بالمعلومه دي، في انك انت تقدم اليوم كيف انهم يقوا نفسهم ويقوموا بوقايه كامله لنفسهم، لانه وقايتهم هم معناه وقايه ايضا للاسره. فرد واحد فقط ممكن يجيب الفيروس ده لكل الاسره، بما انه يكون موجود في البيت، فتح مقبض الباب، رقد في السرير، قعد في الكرسي، مسك اي حاجه بيده، افاد الاسره برضه من بعده، فده بيكون عليه تاثير مباشر على الاسره. انا هنتقل لزميلي محمد فتح الرحمن اليوم، نشوفه مشى وين وحينقول لنا بالتاكيد كل معلومة ممكن تفيدنا للكورونا في انه نحن نقدر نحمي نفسنا ونقي نفسنا. محمد مرحبا بك.
مرحبا بك يا رشا من جديد، مرحبا بكل الساده المشاهدين الكرام في كل مكان من احدى شوارع العاصمه السودانيه الخرطوم. نحيي كل الاحباب الذين يشاهدون برنامج خليك بالبيت. يمكن اليوم الليله الرساله حتكون مختلفه شويه، انه حنطلع شويه من جو الوزاره ونكون في اجواء الناس، الناس اللي حايمه في الشوارع، خاصه انه نحن يعني بالقرب ونقترب من عيد الفطر المبارك، وكميه كبيره جدا. انا الحاجه اللي مستغرب فيها انه الان في حظر مفروض ومعلن في البلاد، حظر شامل، شايف كميه كبيره من الناس هم الان حايمين في الشوارع، خلف الكاميرات في عشرات الناس يصطفون لمتابعه هذه المحطه، العربات يعني يمين شمال هي الان زي ما متابعين، يعني ده كله بيؤدي لانه هل كل الناس اللي هم عندهم حوجه ماسه للخروج للشارع؟ والله فيما يسمى انه التصاريح التي اعلنوا عنها للذين يستحقون هذه التصاريح. يمكن يا رشا الحديث حول المرض نحن بنتابع انه انا عايزه اليوم محمد لو سامعني كبير جدا من لو سامعني معلش، لانه أيوة الحركه فعلا وراك كبيره جدا. ده شارع 60 ولا ده الختم؟ ده شارع 60 مع اوماك في الخرطوم. فعلا في حركه كبيره جدا، يعني العربات كثير واقفه كميه هايله. ايوه ودي واحده من الشوارع بتاعت العاصمه يعني، فما بالك في الشوارع الثانيه الرئيسيه الكبرى والاحياء الثانيه والمحليات الاخرى، وخلف الكاميرا يمكن لو الكاميرا قدرت تجيب الناس عشرات الناس بيصطفوا خلف الكاميرا ليتابعوا يعني، وكميه من الاحتكاك، كميه من الاختلاط. يعني هل في يعني انا اللي عايز اقوله واللي عايز اكد عليه انه يوجد مرض في السودان كما يقول، لكن لسه الناس ما ملتزمه باجراءات السلامه والصحه. انا كنت بتكلم مع مجموعه من الشباب قبل شويه، قلت لهم لو سمحتوا كل واحد من الثاني يكون مساحه بتاعت متر عشان لو في مرض انه يعني ما ينقلوا للزول الثاني اللي بيكون مصاب بالمرض، ما سمعوا الكلام. اللي حابب اقوله ايضا انه بنسمع كثير جدا انه في كل يوم يا رشا بتسجل يعني عشرات الحالات، وهذه الحالات يعني فيهم ما يمشوا لمراكز العزل الموجوده في الخرطوم، فيهم اللي بيكونوا يعني معزولين في بيتهم، وفيهم اللي بيعزلوا نفسهم ما بيمشوا يعني يعملوا الوقايه الصحيه. دي واحده من الحياه اللي ممكن تخلي المرض ذاته يكون في انتشار. يعني اذا كان احنا يعني فعلا بنحاول نحارب هذا المرض من خلال احنا رسالتنا التوعويه كاعلاميين، كل يوم بنتكلم في البرنامج حول الوقايه، حول التوعيه، خليك في البيت، خليك في البيت، دي ما هي تحجيم لرغبة المشاهد، تحجيم لرغبة المواطن العزيز، ولكن نحن نتمنى أن يكون فقط من أجل السلامة، من أجل الحماية. كمية كبيرة جدا من الناس هم الآن يتحركون يمينا ويسارا، وأنا شايف أن كمية من العربات الآن هي تقف يعني تتوزع هنا وهناك، فده إذا الناس ما خايفة على سماتهم، نحن الآن اللي بننقل في الصورة من قلب الحدث بنخاف على نفسنا وعلى أسرتنا الممتدة. محمد لو سامعني؟ نعم. في ارتكازات اتعودنا انه نشوفها في الشارع. أيوة سامعك بوضوح. ايوه في ارتكازات بنشوفها في الشارع، بيسالوك من التصديق وانت متحرك، قابلتك الارتكازات دي في الشارع 60؟ يمكن بحكم العمل انا بطلع يعني زي الساعه 11 من البيت، لكن انا بقول انه الارتكازات دي قاعد تلاقيني فعلا في حتات، وبتكون منتشره اكثر المساء يعني بعد الافطار مباشره، الارتكازات دي موجوده وشايفين شغلهم على اكمل وجه، ويعني بيسالوك من الترخيص، فده يعني اليوم التحيه لهم دور واضح ودور عظيم جدا هؤلاء اللي يقومون بالارتكازات. لكن في نفس الوقت انه انا شايف انه ما في زول بيجي مار الا يكون عنده تصديق، دي من خلال تجاربي اللي انا شفتها مما انا يعني مشيت بديت العمل من بدايه هذا الشهر الفضيل، انه كل ما يجي واحد بيكون معه تصريح، التصريح ده بيشدد فيه 200، بعد الافطار بيكون في تشديد اكبر، خاصه انه الحظر بيقولوا من الساعه 6 لحد الساعه 12 والساعه 1 ظهر، يعني الواحد اللي عنده حياته يمشي يقضيها يمشي يقضيها. لكن برضه لنقاط الارتكاز يعني انا بقول انه دي رساله، انا اقول انه يعني يشددوا جيدا وتماما في الناس اللي بتطلع. الحاجه الثانيه هم والله العظيم بيقوموا بدور جبار ودور عظيم جدا، نتمنى لهم الصحه والعافيه، يعني خلوا اهلهم وخلوا بيوتهم عشان ما يأدوا خدمه زي اللي نحن طلعنا في عز الوباء والازمه الموجوده عشان ما نقدم رساله، ده بيتحتم عليه دورنا واجبنا تجاه انه نحن يعني نرسل الرساله الاعلاميه الصادقه والحقيقيه للمشاهدين. الكاميرا يعني ناقله صوره يعني واقعيه جدا لاي شخص بيتابعنا وهو داخل المنزل بيشوف الازدحام الكبير، والحقيقه انا لاحظتها برضو انا جايه على القناه انه حتى شارع عبد الله الطيب فيه ازدحام كبير جدا. يعني انا لما نسيت
انه في حاجه اسمها كورونا يعني من كتر الزحمه الحاصله في الشارع. صحيح. لكن الزمن المفتوح اللي هو من الساعه 6 للساعه 1 ظهر ده مفترض انه عشان الاحتياجات المهمه، اللي عايز حاجه من الصيدليه، محتاج لحاجه من دكان قريب او من محل قريب لحد الساعه 1 تاخده تقدر تعمل فطورك بارتياح مثلا. يعني ده الزمن ده متاح لشنو؟ للحيز الحي اللي انت موجود فيه، مش الناس تتحرك من اقصى الشمال لاقصى الجنوب، لانه كده الضرر بيكون كبير جدا لما كل الناس تقطع الكباري زي ما عايزه وكل الناس تتحرك في الخرطوم، خرطوم كبيره جدا تتحرك انت من بدايتها لنهايتها بدون حوجه ماسه للحاجه دي. صح. انا يمكن على حد علم، على حد علمي انه الزمن من الساعة 6 للساعة 12 ده فقط للمحليات، يعني انت تكون في على نطاق محلتك، ما عندك اضطر انك تقطع الكوبري عشان تمشي تجيب حياتك. الحاجة الثانية، ما كل زول في، ما كل يوم انت بتمشي تشتري دواء من الصيدلية، وما كل يوم انت بتطلع تمشي السوق عشان تشتري حاجات. رمضان شهر المغفرة، شهر الخير، شهر التكاتف والتعاون، كمية من الحياة بتكون جاتك. في حاجة ثانية، في أسر، نعم نحن نقول انه في أسر محتاجة، أسر متعففة، أسر فقيرة، يعني يعني هي دي اللي بتحتاج انه الناس تقف معاها وتساعدها وتسمح لها انها تمشي تقضي حوائجها. الحاجه الثانيه، يعني انا بشوف وانا طالع جاي على الشغل في الشارع بشوف كميه الناس اللي بتكون يعني حايمه، يعني حوالي الساعه 11 12، يعني اكثر من الناس اللي بيكونوا حايمين من الصباح الساعه 6. ونحن هسه بنستبشر خير، نقول انه يعني الان الطوارئ الصحيه بالبلاد او لجنه الطوارئ الصحيه بالبلاد عملت مدة الحظر 10 أيام أخرى. بنشوف إنه هل العشر أيام اللي مدتها هل هي كافية عشان ما تفك الحظر وتعود الحياة إلى طبيعتها والناس تواصل عملها والمؤسسات تفتح والناس تستقبل العيد ببشريات وبسودان خالي من الكورونا، ولا بيكون في تجديد آخر لهذا الحظر من أجل الصحة والسلامة؟ عموما يا رشا، يمكن الكلام كثير حول هذا الموضوع وحوامة الناس في الشارع، عدم وعيها وإدراك الكامل بهذه الخطورة، انقسام المواطن الكريم الى قسمين، قسم يقول انه في كورونا والقسم الاخر يكذب هذا المرض انه ما في كورونا في السودان. جهودنا نحن كاعلاميين مما بدات الجائحه ما قصرنا من خلال انه ننشر الوعي الكامل للمواطن وللمشاهد، نملكه معلومات حقيقيه عشان انت لو انت ما خايف على نفسك، خاف على اسرتك، خاف على اهلك، اغرب الاغربين لك، خاف علينا نحن اللي طلعنا من اجلك عشان نحن نوفر لك مادة تقدر تساعدك تكون شعب مثقف. يتمنى انه الشعب السوداني يكون مثل الشعوب الاخرى التي قضت على هذا المرض بفضل انها سمعت الكلام من الجهات المختصة في البلاد، وبفضل ان هي هذه الشعوب هي شعوب واعية ومدركة لهذا العمل اللي هي بتعمله ومدركة للحياة اللي بتعملها. عموما الكلام كثير، ربما يطول شرحه من خلال هذه المحطة. انا فقط نحن قصدنا يا رشا من خلال المحطة نوري السادة المسؤولين والسادة المشاهدين وجهات الاختصاص انه ده الحظر اللي انتوا الاول هو اللي معلن فيه البلاد، كميه العربات تتوزع يمينا ويسارا، كميه الناس، نحن خايفين صراحه على انه يكون في تمديد اخر للحظر اذا كانت الناس ما اتبعت ارشادات الوقايه الصحيه. اكرر واقول امنيات الصحه والسلامه لكل المصابين بهذا المرض، ومنيات الصحه والعافيه لكل شعب السودان. نحن نثق جدا واكرر اقول نثق في قدرات الشعب السوداني، في وعيه الكامل، في ادراكه انه هو ما حيطلع من البيت الا الضروره القصوى. اتمنى السلام والعافيه للجميع ان شاء الله. ان شاء الله. محمد، انا كنت بتمنى لو بتستضيف لنا بصوره عشوائيه اي ضيف او ضيفين عشان تشوف وجهه نظرهم شنو، فهموا شنو عن الحركه والطلعه ومرض الكورونا. شوف ظروفك لو بتسمح، ممكن النصف الاخر من الحلقه لو ممكن الحاجه دي. انا بشكرك جدا على نقلك الواضح والشفاف للشارع، وزي ما احنا شفنا مع بعض الازدحام الكبير والحركه الكبيره لكل انواع العربات وكميه الناس حتى متحركه من الخلف. ربنا بالصحه والعافيه للجميع. هنطلع فاصل هنرجع مره ثانيه، خليك في البيت. اهلا ومرحبا من جديد مشاهدينا في كل مكان، متواصل معاكم خليك في البيت على الهواء مباشره عبر فضائيه الشروق. في النصف الاول من الحلقه كان عندنا يعني مكالمه مهمه مع دكتور ريهام محمد الحسن، استشاري سكري غدد صماء، ونحن نتكلم عن مريض السكري. كل اسره، كل بيت، يعني نسبه عاليه جدا احنا عندنا لمصابين السكري. فذكرت نقاط مهمه جدا، انه
مرضى سكري مناعاتهم بتكون أقل في استقبال الأمراض عموما. فما بالك في فيروس ممكن يكون قوي الانتشار وسريع الانتشار زي فيروس الكورونا. المصابين يمكن السكري، ما أي شخص مصاب بسكري لازم هو يتصاب بالكورونا، ما شرط، ولكن ما منتظمين في العلاج، السكريون دائما بيكون عالي ما فيه توازن، ممكن تكون اصابتهم اسرع من المحافظين على مستوى واحد من السكري وعندهم التزام بالادويه. الرياضه برضه مهمه للمصابين بالسكري في حياتهم الطبيعيه العاديه بعد الافطار اذا هم صايمين، مهمه جدا الحركه والانتظام في العلاج والانتظام في الاكل الصحي بالنسبه لهم عشان يقوا نفسهم من المرضيه. حنطلع نشوف مع بعض عمل درامي هو ايضا لبث الوعي بشكل اكبر واوسع انتشارا عن الكورونا، نتابعه مع بعض. السلام عليكم. يا هلا يا تدا كم سوري مهرجانك ان شاء الله طيب ان شاء الله كويس الحمد لله الله يبارك فيك كيف الامور الحمد لله كيف الحمد لله والله اللي صار الامور ماشيه كيف والله ماشيه تمام الحمد لله الناس استجابوا استجابه كبيره استجابوا لكل شيء غسيل الايادي التعقيم وزيد الملمات وكل زول يبغى في بيته حجر صحي لكن في ناس شويه كيف الهل ده راسهم ناشف ايوه جايين شغل ثقيل الزول تقول امسكي امسكي تقول امسكي امسكي تقول امسكي امسكي تقول امسكي امسكي اكس صبر بس اي الصبر بشير الصبر جد وخلي بالك طويل صح والله المرض ده مرض خطير كان ما صبرنا ليه ويعني وعملنا توعيه والله الامور دارت شو كويس والله كلامك صحيح يا ابو اي هذا المرض فطات نعم انا لما خشيت الانترنت فيني بايها كده الناس دي اللي جيت في العالم يموتوا موت موت ها صعب شديد ولا بنهمله الله يقدر السودان ده من هذا الموت والله يكليك مرض انت عيالك دي تخطهم في بيتك اصلك ما تمر منها بس تخلي عيالك جاي قدامك لحد ما ربنا يزيل هذا الوباء وهذا البلاء السلام عليكم يا تاتر السلام عليكم عليكم السلام مرحبا السلام ليست بالايادي ليه؟ انت ما تسلم بالايادي لانه بينقل لك المرض بتاع الكورونا مرض شنو؟ اي كورونا شنو؟ انت ما تعرف كورونا؟ لا لا سبحان الله من اي وادي انت؟ انت ساكن وين؟ ساكن هنا ما سميت بإلم كبسور؟ ما مر عليك ساكن في الحي ده ما انا قال كبسور؟ يا داير يا حركة انا ما ذكرت لي كلام انا داير لي فول وداير لي سكر وداير زيت يا اخي ما انت داير زيت سكر تسلم علينا انا ذنبي شنو؟ يمكن عندك فيروس الكورونا الدايدر ما عندك ايش؟ ايش؟ انا نجيب ايش؟ في دكان بجيب ايش؟ الايش في فروم وانا اتصرف كيف يعني؟ والله اتصرف يعني للام يعني الناس كلها بتتصرف والناس اليومين دي في هجر صحي منزلي كل زول قاعد في بيته تشيل لك دقيق تشيل لك رز تشيل لك مكرونه والايام دي تمر ان شاء الله يا السودان يعني يكون ما في بلاء وابتلاء شكرا شكرا على المحاضره يا دعيتك مهاره انت بتعرف المحاضره شنو؟ انت قلت كورونا وما بتعرف ودار كمان تقول شكرا على المحاضره يا حبيب شيب نوريك عشان تخط الكلام ده في راسك ويكون عندك توعيه وتوريه للاخرين لابد من انك تعرف يعني شنو فيروس كورونا فيروس كورونا هذا الفيروس بدا من مدينه اوهان في الصين وانتقل للعالم هذا الفيروس يدمر الجهاز التنفسي للانسان هذا الفيروس هو سائل انتقاله للانسان اذا هبست لك سطح، اذا سلمت على انسان، اذا لميت مع الناس الناس تلموا في حته كثيره وتلخبطوا زي ده، كان في نفس قريب من نفسك بنقول لك اذا عطس ليك ايوه يجيب لك الفيروس دي وسائل انتقاله، وسائل التوعيه وكيفيه الوقايه منه تشرب لك مويه كل ربع ساعه نص ساعه، وكويس معك تكون في حجر صحي منزلي تكون بينك وبين اسرتك، ومن اعراضه تشيب ولا ما تشيب؟ اذا الانسان عنده صداع الصداع ده ما ينزل اطلاقا تجيب ولا ما تجيب يقعد لك راسك الصداع ده ما ينزل ليه وجسمك ده حار الحمى ما تنزل نهائيا وحلقك ده عجب يكون الفيروس امتلك شب بعد ذاك تجيك وطاس تعطس وتقول هاي
يا طب لا بيعتك انت عندك عندك كورونا جحا عاديه قول والله والله عاديه هي هي كان عندك عشان نضرب ل تزئين تزئين نضرب لو صح نضرب لهم لو عندك لا والله بلغ لا عشان تنقذ غيرك لا امانه في رقبتك لا ما ذمتك لا ما عندي اذا ما بلغت انت تبقى زول خاين بس يمكن ربنا يشفيك هنا شيف أدار أقول لك حاجة كثير من الناس أجاهم مرض الكورونا وساقوهم للحجر الصحي إذا عالجوا والحمد لله وساعدوهم أدوهم فيتامين سي وأدوهم التنفس والحمد لله مرقوا من الحجر الصحي وصحيين والحمد لله بخير لا لا ربنا عافاك والله أنا كويس قد إيه وأنا جميل لبسه يا ابن الأم تعال الكلام اللي قلت لك ده تخط أمانة في رقبتك أي زول انت كان فهمت توقيف توقيف وتخط اولادك لك في بيتك ما تمشي تجيب ايش وتتحول في الشوارع حتى تطلع هذا المرض وتصيب اسرتك وعيالك لانه امانه في ذمتك والله يا ابني اسف اي بجيت مساعد طبي عديل انا ده مساعد طبي مساعد طبي ده يا تو ده انا بدي اسف ده دكتور الا ربع عديل كده أهلا جديد ويعني شخصية دعاية الأستاذ مختار بخيت شخصية جميلة جدا والعمل الدرامي وفيه الرسالة التوعوية المهمة جدا اللي بيوصلها لكل بيحبوا الدراما السودانية ولكل اللي بيتابعوها أيضا رسائل ونصائح مهمة جدا أدى لكل الناس اللي ما عندها معلومة أو خلفية تماما عن القصة أو عن الفيروس أداهم من بداية التاريخ وشنو هي الأعراض وممكن تبلغ كيف وزي ما قال دكتور إلا ربع ربنا يديله الصحة والعافية ولكبسور أيضا دكتور فيصل محمد سعد وإن شاء الله حنشوف الأيام المقبلة أيضا أعمال درامية كلها موجهة للتوعية عن مرض الكورونا معي عبر الهاتف دكتور أحمد المجذوب خبير تربوي دكتور أحمد أنا سعيد جدا أكون معكم اليوم في هذا البرنامج الجميل سعادتي أرحبكم من خلال هذا البرنامج مرحبا بك يا دكتور نهارك سعيد إن شاء الله يعني وصلنا لرقم يا دكتور اللي هو 1526 حالة إصابة بالكورونا عندنا في السودان عموما يعني أصبح في كل الولايات يا ريت لو وديتنا نصايح أو وريتنا التأثير الممكن يحصل مباشر على الأبناء وعلى أفراد الأسرة واحد من أفراد الأسرة هو من المصابين بالكورونا في أحيانا في ناس بتستصعب المرض جدا وبتخاف منه لدرجة الهلع وأحيانا في ناس بتعرف تتعامل معه بكل ثبات وبتعرف كيفية العلاج والوقاية وغيره فيا ريت لو عرفنا من خلالك التأثير المباشر على بقية أفراد الأسرة للمصاب. ممتاز. وشوفي دائما يعني واحدة من القضايا المهمة اللي هو نظرة الناس ونظرة الإنسان لنفسه. يعني دائما الأول وضع الأفضل والصحي من ناحية نفسية للإنسان رأيه هو ونظرته أهم من نظرة الناس، يعني هو يعني مثلا أي إنسان نظرته للمرض يعني هل المرض عيب؟ هل المرض شيء طبيعي هل المرض غير طبيعي نظرته هو وبعد ذلك نظرة الناس لو هو خلى نظرة الناس الأهم هتحصل المشاكل دي كلها يعني مجرد ما يعتقد أنه الناس ما ينظروا له كأنه وصمة أو كأنه مثلا هو يعني أصبح أقل من الناس دي مسألة مسألة صعبة جدا لكن إذا اعتبر المسألة دي شيء طبيعي والعزل ده إجراء طبيعي لغرض الشفاء يعني ما معناه هو انتقاص من القدر او كده ان الانسان بيكون تلقى المسألة دي بشكل ايجابي. انا اذكر واحد من اخواني يعني سبحان الله بدايه المرض قام لقى واحد من اصدقائه يعني مد له يده دار يسلم عليه قام ابي يسلم عليه وقام على النبي عليه الصلاه والسلام يعني دق على صدره السلام عليكم عليكم السلام يعني الثاني دار شكله يعني كيف تسلم عليه السلام عليكم انا عيان انا اقول لك فهو لا قام شرح له انه دي اجراء احترازي ما معنى انا ما سلمت عليك ما معنى انك انت يعني عندك مشكله نفس الكلام يعني مثلا بعض الناس مثلا يجي ماشي جنب ناس ياخذ يده في على انفه ووشه يعني الانسان الواعي ما بيفتكر دي الحاجه يعني يقول والله ياخذ اجراء عشان هو يحفظ نفسه ويحفظ الاخر يعني فهذه اجراءات استراتيجيه ما فيها حاجه المفروض الانسان يعتبرها شيء طبيعي
وتعامل مع هذه الاجراءات بيكون شيء طبيعي. يعني زي ما بنشوف في بعض الصيدليات مثلا المرافق العامه حفاظا على صحتنا وصحتك. يعني حفاظا على صحتك وصحتنا، يعني انت لما تشتري معناه بتضرك وبتضرنا احنا كمان. يعني كده نخلي مثل يعني نترك الجيفنا عشان تحافظ على صحتنا وصحتك. في اشاره مهمه جدا يعني انا عايز اشير لها، اللي هو دائما السبب اللي بيخلي الناس هي تتاثر هي الدراما. ربنا الكلام ده بكل وضوح، يعني الدراما اكيد ذلك في بدايه الحديث اشد الدراما والعمل وفعلا دي الدراما المفروض الناس تشدها، لانها هي اللي بتوصل الرساله الصحيحه المفيده السريعه بتكون هي يعني مضغنه. لكن في دراما بتكون ما منضبطه وهي دي اللي بتاثر على الناس، اللي هي اللي هو الضخ بتاعها بيكون عن طريق المواقع التواصل الاجتماعي. دي لها تاثير كبير جدا على تشكيل اتجاهات الناس ونظرتهم للمرض. من الدراما اللي هو التفاعل العادي من الناس، يعني برضه بنعتبرها دراما، يعني اذا جاءوا فلان قالوا جاءوا فلان ده مش فاهم دراما ذات. يعني تفاعل الناس مع المواضيع دي هو اللي بيجيب فبالتالي نحن بنكون والله عشان الناس تكون تقلل من الوعي من خطوره المفاهيم الناس دي، يعني تخلي مصدر المعلومه واحد. يعني المعلومه تطلع من مصدر واحد وتمشي للناس، فبالتالي هنا تكون في مشكله. وحتى لو تابعنا معظم الدول وكذا يعني قدرت تتعامل مع الوباء ده او الجائحه دي بانه تخلي مصدر المعلومه واحد. ايوه خلاص ما يعني ده المصدر المعتمد للمعلومه اللي هي ممكن الناس تاخذ منه، لكن كل هو الشخص عشان يكون في سيطره على الشائعات يعني بشكل اكبر. ايوه يكون في سيطره على الشائعات والتاثير بيكون ايجابي، لانه الناس حتاخذ المعلومه انه ده موضوع طبيعي، ولو انت الناس ما يعني حجروك وما جوك وزاروك معناه ده عشان حفاظا على صحه الناس اللي حوالينا حفاظا والمدى يتوجر عليها وفيها فوائد وانت حترجع كويس ماشي حاجه. والحجر ده شنو والحج شنو؟ لازم الانسان يعرف المصطلحات دي حتى هو يقدر ما يتاثر. يعني في بعض الناس في الاخوه الاعلاميين وكذا صرحوا قالوا والله احنا محجورين بكله، يعني تلقوا المرض بكل روح يعني طيبه وكانه يعني ما في شيء يعني محرجين منه. فدي دلاله على انسان واعي انه المساله دي ما مساله يعني هي بتقلل من الانسان او كده، لان المرض ما عيب. ما عيب ايوه. المرض اصلا لا يعيب الانسان المرض. يعني بالعكس انت كل ما تتكلم عنه تبلغ عن نفسك والناس تعرفك افضل عشان اي شخص يقابلك يقدر يعمل الاحتياطات اللازمه يحمي نفسه. نعم ايوه. أيوة. طيب يعني في ظل الظروف دي كلها يا دكتور يعني نسينا شريحة الأطفال ديل أو تركيزنا معهم كمان ما عالي جدا، خصوصا أنه طالع حديث في أنه إصابتهم هم الإصابة الأقل من بقية الفئات العمرية المختلفة، لكن برضو عند التأثيرات النفسية المباشرة على الأطفال ديل هم موجودين قايمين وصاحين ونايمين بيسمعوا كورونا كورونا كورونا، فلان مات فلان عيان فلان قاعد في البيت في غرفه ضياعه فلان الاخر في المستشفى، فبرضه بيكون عندها يعني نوع من الخلل كده ممكن يحصل للاطفال الصغار دول. نعم والله فعلا يعني المعلومه زي ما انت قلتي المتداوله دي اذا ما انضبطت في الاسره، يعني ما جاءت للطفل ده بشكل منضبط هي بتشكل له اللي هو الوجدان الخوف والقلق وتخليه هو مضطرب يعني وجدانيا، وفي نفس الوقت تأثر عليه يعني فيصبح يعني عنده مشكلات وتظهر عليه سلوكية. لكن هنا في الحل انه يعني الوالدين يخبروا يكلموا اولادهم انه والله الاجراءات اجراءات طبيعيه والوضع ده زيه زي الاوبئه الثانيه، يعني هي بتجي وبتمشي. يعني لو بتجي مجموعه من الامراض زي دي مش الثانيه. عندنا اعمار ناس عمر يعني من 8 سنين ل 11 12 سنه ديل ممكن يقدروا يقروا من شاشه التلفزيون، بيلقوا ارقام مثلا كبيره جدا، بيلقوا انه يعني الموضوع بيحسوا بانه خطير جدا، فتجي انت تحاول تبسط الموضوع فممكن شويه يحصل لهم خلل مش كده؟ يعني الدول الكبيره بالالاف في يوميا. هو المعلومات هي فعلا في المعلومه
بالنسبة له مخيف، لكن في النهاية يوقن وعمل المؤمن كل خير، وإن الإنسان مهما مرت له مشاكل أو ظروف أو مرض في النهاية ده كله يعني خير، ولن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. يعني الجانب الإيماني إن هو لازم يشعر إنه ما في حاجة بتصيبه طالما هو مسلم أمره لله سبحانه وتعالى وعامل بالإجراءات. يعني التوكل مرض مثلا إما يعني أنا أذكر مرة كنت في واحد من في صف عيش واقف، يعني الناس واقفين في الصف وأنا واقف برا الصف، فقال لي أنت ليه واقف برا الصف؟ يعني خايف من الكورونا؟ قلت له خايف من الكورونا. يعني ما في حاجة إنسان يخاف، يعني إنسان يعمل احترازات وإجراءات ما في مشكلة. تخيل انه لما يسالك السؤال ده حتقول له لا انا ما خايف والله، او رد ثاني مثلا. لا وانا ما شايف، انا لانه ما شايف انه ما في خوف من الكورونا مشكله. لانه بفتكر انه الخوف اللي بيخليني انا ما اجي في الصف، وبيخليني ما اخش الزحمه، وبيخليني اعمل اجراءات والتزم بالاجراءات الرسميه، ده خوف طبيعي كويس. حاسه دكتور انا يعني انا شايله لي معقمين جنيه في الشنطه وكل شويه اشيل بعقم، بيقول لي انت خايفه؟ اشوف انه ايه خايفه، يعني لازم الزول يعمل حساب ويخاف من المرض، ما فيها مشكله احمي نفسي لانه انا بحمي عيالي يعني برضه كمان في البيت وبحمي افراد الاسره. نعم ده خوف طبيعي وصحي. اما يعني اذا الخوف ده بدا باقي بعدم لا مبالاه بالمرض، يعني مشارك الامر لله، لكن ده ما في تواكل. لكن الانسان يعمل اسباب انه يغسل يدينه، يشيل يكون معه معقمات، في كلها اجراءات بتخلي الانسان في وضع امن، يعني ما تكون عنده مشكله. لانه هو ايغر انه المرض بيد الله سبحانه وتعالى، الشفاء بيد الله سبحانه وتعالى، ولكن عمل بالاسباب. دي المثل المهم، عمل بالاسباب انه ما يطلع الشارع وكده، وما يلعب مع بعض، يعني بعض الاطفال اللي في الفئه دي مثلا 11 مرات بيقعدوا في الشارع برا. صح ايوه. تفتكر هو دحين لحد الان بيقعدوا في الشوارع بالمناسبه يا دكتور؟ لا لازم بيقعدوا. لانه وقت الحله ده ممكن يمر في جيوب. في نص الحله قاعدين تحت الاعمده وقاعدين بيلعبوا وقاعدين بيتونسوا. ايوه يعني وقت الحله ممكن تجيبه، يعني ما معناه ما مستبعده. ما مستبعده، فالانسان يعمل حسابه ويحافظ على صحته، والصحه دي غاليه يعني. يعني انا شايف الميزه الايجابيات في الكورونا دي، والله العظيم يعني الواحد دائما ينظر للايجابيات، بنعلم الناس دائما انه يروا المنح في المحن، يروا العطايا في البلايا. فشايفين انه الكورونا دي جات عشان تعلم الناس اهميه الصحه. صح. الانسان يعني خد الصحه دي اولويه. وكلنا بنلاحظ انه حتى طرق الوقايه فيها كلها اسلاميه من التعاليم الاسلاميه نفسها. نعم. قتل الايدي والانف كلها تعليم ثاني. فاذا نحن يعني كونه نجعل من الجائحه دي فرصه لنا عشان نوعد الصحه ونخليها اولويه عندنا وكنت في برنامجنا، يعني مثلا انا عندي مثلا الرياضه دي في رمضان يعني رغم انه يعني صعبه وصغيره، لكن عشان هي في الصحه انا بتريض والله، يعني يوميا نص ساعه مشي داخل البيت يعني ما في الرياضه ما فيها امكانيات يعني. أيوة. لكن لانها دخلت في الصحه مهمه جدا. بتريض عشان احافظ على صحتي. نعم. فاذا احنا ننظر للمرض ده ناخذ الايجابيات منه، ما نركز على السلبيات ونقعد ناثر على نفسيتنا. انا بشكرك جدا دكتور احمد المجذوب خبير تربوي، والنصيحه كمان والمعلومه الاخيره اللي ادتنا لانه انت بتتريض يوميا مستساعده مهمه جدا، هم ديل التربويين، ديل الاجتماعيين، كل الاطباء، استشاري السكري دكتور ريهام قبل شويه، اهميه الرياضه عندنا في حياتنا، ما ضروري تتحرك في الشارع او في مساحه كبيره، في مكانك تتحرك وربنا يديكم الصحه والعافيه، ويدي الجميع الصحه والعافيه، وده بحمايتنا لحنا لنفسنا. تقرير وزاره الصحه الاتحاديه لسه ما طلع، بنتمنى ان الارقام تقل لحد ما نصل زيرو كورونا والحياه ترجع لطبيعتها باذن الله، باهتمامكم وبمجهودكم انتم، بتركيزكم ايضا على صحتكم. لحد ما الاقيكم في حلقه جديده غدا باذن الله، في امان الله وحسن.